هنا نذكر موقف سابق كان لابن تيمية مع قازان. لما دخل قازان جاء يفتتح الشام، فخرج له ابن تيمية بنفسه. لما انطلق طاغية المغول نفسه قازان بجيشه وبقوته لا يمنعه من دخول دمشق أحد، خرج له العلماء بقيادة ابن تيمية حتى لا يصيبها، لا يصيب الشام ما أصاب أخواتها من المدن الأخرى في الشام. من الذي يستطيع أن يجابه طاغية أو أي طاغية غير العلماء العاملين الصادقين؟ فلما احتل السلطان غازان أو قازان احتل دمشق، قام له الشيخ ابن تيمية من فوره مع وفد مختار من كبار أهل الشام وعلمائها، وذهبوا إلى مجلس غازان الذي احتل الشام. فلما رأى غازان الشيخ ابن تيمية أوقع الله تعالى له في قلبه هيبة عظيمة، فأدناه منه وأجلسه، ثم أمر بالطعام أن يؤتى به، فالكل أكل إلا ابن تيمية. فسأله لماذا لا تأكل؟ فقال كيف آكل من طعامك وكله مما نهبتم من أغنام الناس، طبختموه بما قطعتموه من أشجار الناس. فهنا غازان الذي تظاهر أنه مسلم طلب منه أن يدعو له، فقال في دعائه ابن تيمية: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجاهد في سبيلك، فأيده وانصره، وإن كان قاتل للملك والدنيا والتكاثر فافعل به واصنع. وغازان يؤمن وراءه، يؤمن على دعائه، مع يعني مع أن دعاءه هو فعلا يقع عليه. فكان مع ابن تيمية هؤلاء الناس يجمعون ثيابهم خوفا أن يتطاير دم ابن تيمية لما ترجم الدعاء لغازان، لكنه كان أحكم من أن يقتل ابن تيمية.